انه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكيد الجميع منور قناة كينج جيم. حلقة اليوم يا اخواني الحلقة التاسعة من لعبة محاكي الشاحنات. بتمنى الحلقة تعجب الجميع والجميع استمتع في مشاهدتها. اول شي بدي اشكر كل شخص جديد اشترك في القناة، طبعا كل الشكر والاحترام للمشتركين القديمين. القناة تجاوزت حاليا 5000 مشترك، يعني بتوقع 5200 5300 شي مثل هيك. بشكر جميع المشتركين في القناة، جميع اللي بتابعونا، جميع الأشخاص اللي بدعموا القناة سواء بلايك أو بتعليق، وكل الاحترام إذا أول مرة بتشاهد القناة وبتمنى تشترك معانا في قناة كينج جيم أو جيم أحمد كينج. حلقة اليوم كالعادة شاحنة جديدة، بتمنى إنها تعجب الجميع. مثل ما أنتم شايفين شاحنة جعلنا لونها أحمر، والشاحنة بتمنى يعني إمكانياتها قوية بس مش سريعة مثل آخر شاحنة استخدمناها. الشاحنة ممتازة، ثابتة على الشارع بمستوى عالي رغم إن سرعتها أقل من سرعة الشاحنة السابقة. بتمنى الشاحنة تعجب الجميع. بتمنى إذا أول مرة بتشاهد قناة كينج جيم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ادعمنا لايك ودعمنا تعليق حلو، أكيد مثلكم أكيد بتمنى جميع التعليقات تكون إيجابية ونبعد كل البعد عن التعليقات السلبية. بتمنى للجميع مشاهدة ممتعة. Continue straight. Continue straight. Turn left.
exit right. Turn right. Continue straight. Continue straight. Turn left. Turn right. Turn right.